مرحبا. اهلين عندك يا العميد. يعطيك العافيه. تفضلي. جاي على بالي حل هالقصة اسمكم مجتمعين انتو الثلاثة. أنا قصة؟ قصة هالاستقبال. والله لو قاتل حدا من ولادكم وهيك. ليش انت مجرم لا سمح الله لتقتل حدا من ولادنا؟ ايه انت سيد العقلي؟ فعلا انا سيد العقلي. ولا اثبت لكم هالشي خلونا نحكي على بساط احمدي. ليش عندك حكي غير اللي قلته؟ نفس الحكي ورح ازيد عليه. ادور على حدا غيرنا يسمعه. امي انت كمان علي. انا عالظالم مو عليك. هلا انا صرت ظالم؟ ايه. طالما بدك تكب 10 سنين طويلة ومنشان شو؟ مشان تتجوز وتبسط حالك. لك انا راح اتجوز منشان البسط؟ عفوا نسي، منشان الولد. طبعا منشان الولد. هلا وبكرة وبعد مليون سنة منشان الولد. ايه الله يرزقك بولد. بدي تقتنعوا بالاول لاخذ راحتي بالحكي. نقتنع بشو؟ بكفي انت مقتنع. أمي هي أنتي وهي مرت عمي وهي لطفية. أنا راح أحكي قدامكم كلكم، لأنه الكلام اللي راح أحكيه لا هو عيب ولا هو حرام. أنا قررت أتجوز وحسمت الأمر، وهي جوازتي راح تكون بعلمكم مو بالسر. تصرف ابني تصرف. أمي أنا بيدونكم ما بقدر أتصرف، ما بقدر أتجوز. بدك ياني دور بالشوارع لحتى لاقي بنت الحلال؟ امي لحتى اتجوز انا بحاجتكم، خاصة انتي. يعني شو؟ يعني انت اللي لازم تلاقي لي العروس. ما بتستحي تحكي هالكلام قدام مرتك؟ عادي مرت عمو عادي. هلا اذا عم بحكي بصراحة بكون ما بستحي. انا جوزتك مرة واحدة، لا تخليني اندم على هذاك اليوم. اذا بدك تتجوز دور على واحدة غير تجوزك. امي غيرك ما بينفع. أنا ما بحط إيدي بهيك جوازة ولو على قطع راسي. شو رأيك يا أبو قاسم؟ أنا اللي جوزك. عم بحكي جد لطفية. ماما إذا بتريدي ما حدا يتدخل بيني وبينك. أنا ماني مستعد أسمع مسخرتك يا لطفية. مسخرة؟ لا يا أبو قاسم، معناتها نسيت مين مرتك لطفية. انت اسمعني وبعدين احكوا. ما بدي اسمع شيء. لا بدك تسمع، لان اللي بده يتجوز ابو قاسم واللي بده يتجوزها لازم تكون ست محترمه، تصونه وتصون بيته وبس تجيب له ولاد. شو تسمعني؟ راح اسمعك ولو اني مو مصدقك. غريب، كنت تصدقني كثير. لطفية يا ريت ما تتدخلي بهالموضوع. انا مصرة اتدخل. إذا ما عجبكم عرضي بكون عملت اللي علي، بعدين تصطفلوا منكم لأبو قاسم. في وحدة ست بالحارة، في عندها ولدين مو بنتين. الكبير فيهم عمره 5 سنين، جوزها صار معه حادث ومات من سنة. والست كمال وجمال وسمعة طيبة بالحارة، قال الحارة كلهم بيعرفوها. انتو اسألوا عنه وبعدين ردوا لي خبر.